لو عندك عروسة وعايزة لها شغل براندات على تصفيات وعروض حلوة وتلمي كل حاجة من مكان واحد، اتفرجي معايا على الفيديو ده. النهاردة ابراهيم السابع عنده عروض حلوة جدا لشغل العرايس، عنده كل المصانع والبراندات وما بيشتغلش في الشعبي، وعامل لكم عرض وخصومات. البيجامات نزل عليها عروض، العبايات نزل عليها عروض، عندنا النهاردة الشغل الكلاسيك وشغل الترنجات الخروج، عندنا كمان الترنجات البرمودة والهوت شورت، عندنا شغل الكاشات القطن الصافي، كل المصانع والبراندات العالية هتلاقوها هناك، ماسا لارا بينكي جودي، الشغل اللي هو العالي ده عامل عليه عروض حلوه جدا. عنده قسم خاص فوق دور كامل لعبايات الاستقبال، مقاسات عاديه وخاصه، سواء الكم التركي الجديد او شغل كرداسه، نزل عليه عروض حلوه قوي ومنزل من ثمنه كتير قوي يا جماعه. الشغل والعروض دي كلها لكل متابعين قناه يوميات مكه. عنده الحاجات الثلاث قطع زي ما انتم شايفين، البيجامات الموت شورت وشغل مواد عامل عليه عرض عظمه. النهارده الترنجات نزل عليها خصم 50 و60 جنيه في القطعه، كمان لشغل مواد عندنا الفسكوز الاندونيسي الامهاتي، سواء نص كم او اللي هو الحمام، كل حاجه هنشوفها النهارده معانا في الفيديو بالاسعار. لينك التليجرام بسيبهولكم في اول تعليق مثبت، والعنوان تفصيلا بيبقى متصور في نهايه الفيديو، بيشحن من اول قطعه، الارقام على الشاشه للتواصل، بس اللي يروح يقول تبع مكه. وبالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير، وعلى بركه الله نبدا الجو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا علاء؟ الاخبار؟ عروض السباع يعني لوكسيات شغل العرايس. بص كده، الزراير النهارده عند مكتب رامي السباع ب 200 جنيه. ب 200 جنيه ام زراير اللوكس، ركزوا معانا عشان هو ما بيشتغلش في الشعبي. تمام. بص يا افرد معانا كده بعد اذنك. بص دي النهارده معانا على 200 جنيه. بص لا لوكس يا جماعه، تسلم ايدك. افرد بس ياخدوا سكرين. خد سكرينات ده ب 200 جنيه النهارده. تسلم ايدك. تمام على 200. تمام. في الشكل الثاني برضه. بصوا برضه معانا. دي النهارده ب 200 جنيه. تمام قمر يا جماعه على 200 جنيه. تسلم ايدك. خامات لوكسيات ودي برده حلوه قوي. عند مكتب رامي السباع ب 175 جنيه. 175 جنيه. تسلم ايدك. تمام على 175 جنيه. العروض دي كلها عند ابراهيم السباع، احنا موجودين في القاهره العتبه شارع الجيش جنب كشري الامل. 175 ده ب 175؟ تصفيات الصيف الخامات. بصوا كده على 175 جنيه. تسلم ايدك. تمام على 175 في الشكل. الله حلوه دي. دي ب 175. بصوا اللي جاي حلو قوي البوبكورن دي. الله تحفه. استنى لنا بقى، دي ب 175 جنيه. طب والله حلوه جدا دي. تسلم ايدك. تمام على 175. تمام التصفيات بدات يا جماعه. الشغل ده كله لوكس، ركزوا مش شعبي، ما بيشتغلوش شعبي. تمام. بص يا باشا، بصوا على 175 جنيه لوكسيات يا جماعه. تسلم ايدك. تمام. عندنا الحاجات البيك سايز زي البيك سايز ب 265. ب 265. اه ب 265. هنوريها لك. تلبس لحد كام اكس بيك سايز؟ تلبس لحد مثلا معاك 4 اكس. 4 اكس لحد 110 كيلو. بصوا كده البيك سايز قلت لي بكام؟ ب 265 جنيه. حلو قوي على 265. وعندنا بيك سايز ب 180 جنيه. وفي بيك سايز ب 180. حلو قوي. اس اه تمام. بص يا باشا، بص البنطلون قلت لي بكام دي؟ ب 180 جنيه. دي النهارده ب 180 بيك سايز. حلو قوي على 180. عايز اقول لكم عندنا قسم خاص للبيك سايز يا جماعه. بصوا شغل اس ار حاجه بسم الله ما شاء الله عظمه. 260 جنيه. بصوا ركزوا معانا تحفه. قلت لي ب 260. دي النهارده على 260 جنيه. تمام. حاجه زي كده برضه الحته دي فخامه. الشغل ده هتلاقيه بره ب 400 و500. حلو قوي. عند مكتب رامي السباع ب 260. ب 260 برضه. بصوا الحلويات دي على 260 جنيه. شغل لوكس يا جماعه. اقطان على 260. حاجه زي كده. ده نور الصباح. ده نور الصباح. تمام. نور الصباح حاجه كده زي ماسا ولارا وبنكي، اقطان صافي، والفسكوس فسكوس بيور يعني ما يكشش سنتي، حاجته نظيفه قوي. وده قلت لي كام؟ كام؟ 325. تمام. عندنا حاجه زي كده حلوه دي. ده مصنع ثلاج. ثلاج ده ثلاج يا جماعه. خدوا سكرين. الثلاج ده بكام؟ ده رب مضلع ب 210. كلها رب يا جماعه على 210. تمام. بصوا دي برضو ده اس ار براند محترم بجد، والمقاسات الخاصه بيعمل مقاسات تحفه، تلبس ل 120 كيلو كمان. اعدلها لنا بقى. 250 جنيه. دي بصوا اس ار على 250. دي كلاسيك يا جماعه ب 250 جنيه. تمام تسلم ايدك. البعبع الجزير الترند ونزل منها كشف اهاته للمتابعين. بس
كاش بتاعها تحفه. بصوا دي حلوه قوي، دي البعبع. ما انا مسكتها مع احمد وصورناها قبل الفيديو، خدناها صوره حلوه. الخامه تحفه حلوه قوي. كام دي النهارده؟ 330. في منها خامات كتير يا جماعه اقل في السعر، تمام، عشان يبقى للعلم. عدلنا. كام دي؟ ده لوكسيات 320. ده بيكو يا جماعه 320. بسم الله ما شاء الله. تمام. كام برضو؟ كده برضو حلو قوي دي برضو 320. برضو 320. حاجه زي كده 3 قطع. دي 3 قطع ب 240 جنيه. افرد لنا انت البيجامه قطعتين بقى، وتجي له القطعه الثالثه ب 240. ارجع لي بس خطوه بعد اذنك يا علي. بصوا على 240، ده التيشيرت بتاعها، وجاي معاه هوت شورت وبنطلون، 3 قطع ب 240 جنيه. دي كانت عامله 420 جنيه، النهارده ب 240. تمام. تصفيات. تسلم ايدك. بص دي برضه حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. هوريكم شغل النهارده تحفه، حاجه يعني انت عارفه مكتب رامي السباحه على طول لوكس يا جماعه وبس. الله تحفه. دي ب 130 جنيه يا بلاش والله، على 130. بص كده، ده موده. ده موده. مواد بيعمل شغل فخامه ببلاش. ب 175. ده ب 175 جنيه. حلوه وعلى 175. حاجه زي كده برضه. وده برضه عرض مواد، ده صح؟ عرض مواد ب 130. مواد ب 130، العرض ب 130، ركزوا. 130 و175. بصوا كده، ده على 130، كل ده ب 130 جنيه. و 175، ده شغل مواد. الاندونيسي. خامه تقيله. تمام. عندنا ارجع لنا لورا عشان خرجنا في الشمس. بصوا الاندونيسي يا جماعه وجمال. كام النهارده الاندونيسي؟ 225 جنيه الاندونيسي يا جماعه. الامهات اللي بيلبس ل 100 كيلو وشويه يعني. بصوا كده، ارجع لي بس خطوه. 225. كل ده على 225 جنيه. تسلم ايدك. تمام. حلو قوي. بصوا كل الاشكال وكل الاشكال. والزهري دي تحفه. بصوا الجمال. كل ده اندونيسي على 225 جنيه. الحاجات دي ما تكش السنتي. بصوا الاندونيسي على 175 جنيه، ده عارف يلبس معانا كمان بناتي وعرايس والله. على 175 حاجه قمر شكلها تحفه ب 175 جنيه. تسلم ايدك. عايزاكم بس بالله عليكم لايك وشير. احنا موجودين في القاهره العتبه، شارع الجيش جنب كشري الامل على طول، مكتب ابراهيم السباعي. البيك سايز. تمام. كام؟ قول لي. 265. 265 شكله اهو يا جماعه. 265. بصوا تمام على 265. بسم الله ما شاء الله. طب والله حلو قوي. كل ده ب 265. دي ب 290 برضه. شغل اس ار برضه على 290. بص حلو قوي ب 290. بسم الله ما شاء الله. تمام. تحف يا جماعه. كملوا الفيديو بالله عليكم لايك وشير. بقى اشكال ال 130. ابو 130. تعال لنا بس قدام كده عشان ايه تبان معانا زي ما انت. بصوا ده ب 130. طب ارجع جنبه. طيب بصوا كده على 130. البيجامه كامله يا جماعه ب 130 جنيه. تسلم ايدك. في شكل تاني زي كده برده ب 130. والقلوب ده تحفه على 130. القلوب خطيره وطالعه ترند قوي القلوب دي يا جماعه على 130. 130 جنيه. بصوا ركزوا معانا في العروض. كل ده معانا على 130 جنيه النهارده. كل ده ب 130. تمام. بص هو في واحدة كمان معاه وريها لنا، دي برضه 130. 130 دي برضه ب 130. البنطلون بتاعه اهو يا جماعة على 130. تمام. بص يا باشا ورينا الصورة كده ب 185 جنيه. ده ب 185. الناس اللي بتعشق الأقطار. بكام قلت لي؟ حلو قوي ده على فكرة. 185 جنيه. في جيبين كده زي السبورت كده حلو قوي. ده كان عامل 320 جنيه. النهاردة ب 285؟ ب 185. 185 سوري. تمام. انت عندك شويه تحف النهارده. تحف. اعدل لي الصوره كده. تمام. تسلم ايدك. حلوه دي. هي لون واحد ولا الوان؟ لا في كذا لون. بس هي مقاس واحد. قلت لي بكام؟ بسم الله ما شاء الله مش هتلاقيها في الكوكب. تمام. بكام النهارده؟ لا ونازله على كلوش من تحت. ب 240 جنيه. اللي يعجبكم حاجه خدوها. ايس كريم بنشحن بالقطعه كل المحافظات. تمام. ثلاث قطع زي كده. ثلاث قطع. في كل الاشكال. اشكالها كتير. عايز اوريكم بس صورتها اهي عشان بس تشوفوا. يمسك معاك بقى. في سكول. ثلاث قطع في سكول. حاجه ما بتحكش. بادي الطب دي للطب بقى مع البنطلون، يمسكوا جنب البنطلون كده. بصوا ادي القطعه الثانيه بالطب. دول ثلاث قطع. قلت لي بكام الثلاث قطع؟ الله الروب بتاعها حلو قوي. بكام؟ بص النظاره عامله ازاي؟ 330. 330 جنيه ثلاث قطع. 450 بيجي 330. ده شغل عرايس. تسلم ايدك. تمام. حاجه زي كده.
340 جنيه. جيب 340 جنيه غنوة. أوه. براند برضو من البراندات المحترمة. حاجات ببلاش. عشان تبقوا عارفين يعني. تمام. كده. ده كاش. 175. اس ار يا جماعة. بكم؟ 175 جنيه. 175 جنيه. خدوا سكرين بس كده. حته نظيفه حته لوكس. اه. مكتب رام السياحه. ده شغل عرايس. واللي معاه برضه نفس السعر ولا ايه؟ بنجاز عرايس 185. دي ب 185 النص ودي 175 ده سنجل ليكرا قمر. تسلم ايدك حاجه محترمه. تمام. بص برضه الله. بسم الله ما شاء الله. قول لي معاه الفوتوير ومعاه كل حاجه ولا مش معاه؟ 330. ثلاث قطع. بس كده دي حاجه عرايس. 330. خامات اقطان يا جماعه. ده قطن عشان بس ايه تبقوا عارفين. ده شغل قطن. خلي البنطلون جنبه زي الترنج كده. بص كده النهارده بكام؟ ب 330 جنيه. خدوا سكرين بس يا جماعه ثلاث قطع على 330 جنيه ويشحلها لكم بالقطعه كل المحافظات. تسلم ايدك. تمام. هنيجي بقى العبايات الاستقبال ونبدا مع بعض الشغل الفخامه. الفخامه الشغل الترندات. بص تمام. الكالوش عامل ازاي؟ الكالوش حلو قوي قوي. 250 جنيه. ده ب 250. عايزك ترجع لي خطوه. ارجع لي خطوه بس على 250 جنيه. الشغل ده فخامه. تسلم ايدك على 250 جنيه. ده سواي على 250 برضو. عندنا سواي ب 220. سواي ب 220. كل دي اسعار يا جماعه. كل ده على 220. تلبس لحد ايه العبايات؟ لبس لحد 120 جنيه. لحد 120 جنيه. والشحن عندنا بالقطعه 250. ده كله ب 250 سواي يا جماعه قمر على 250 جنيه. بصوا اه ده الكم اللي هو التركي اللي بيقولوا عليه. كام النهارده قلنا عليه؟ 250 جنيه. ب 250. مش كان عندنا شويه تصفيات خلص ولا ايه؟ لا موجودين. كل ده ب 250. اي فسكوس هنا ب 250 جنيه. بصوا الجمال والحلويات اللي جاي. كل ده ب 250 جنيه النهارده. بص الجمال. شغل العرايس. كل ده على 250. ركزوا معانا في العروض. احنا في القاهره العتبه شارع الجيش جنب كشر الامل مكتب ابراهيم السباعي. والشحن عندنا من اول قطعه. بصوا كل ده ب 250. ولو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو كامل هتلاقوه انزل لكم على قناه يوميات مكه على اليوتيوب حالا. ادخلوا شوفوه. بصوا الجمال اللي جاي ده. حلو قوي الحته دي. ارفعوا لنا بس ياخدوا سكرين كده. بصوا الفخامه دي. قلت لي كام؟ 250 على 250. حلو قوي ب 250. 190 جنيه. دي النهارده ب 190. طب استنى نكمل عرض ال 250 كله. بصوا 250 عشان احنا لسه عندنا تصفيات على الاستقبال. كل ده ب 250 جنيه. ركزوا معانا العروض دي كلها موجوده فين؟ عند ابراهيم السباعي يا جماعه. الارقام سايبها لكم على الشاشه. كل ده النهارده ب 250 جنيه زي ما انتم شايفين. التشكيل ما شاء الله عليه على 250. بس عايز اقول لهم ان في تشكيل كبير جدا موجود هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين من شغل العبايات. نبدا مع بعض عرض جديد. العرض ب 190 جنيه. عرض 190 جنيه. بص النهارده هنبيع الاستقبال ب 190 جنيه. ركزوا معانا في العروض. بص يا باشا دي النهارده ب 190 جنيه لحد 4 اكس يا علاء. لحد 4 اكس ب 190 جنيه زي ما انتم شايفين. تشكيل حلو قوي من شغل عبايات الاستقبال. كل ده تعالى لي شويه كده علاء عشان الاضاءه. تعالى كده شويه على 190. ايوه تسلم ايدك. كل ده ب 190 جنيه. ركزوا خدوا سكرين. كله ب 190 لحد 4 اكس. بص يا باشا تعالوا بس قولوا عايزين. بالله عليكم. الله حلوه دي على 190 جنيه. تعالوا خديها ب 190 جنيه. قولوا عايزين عرض مكه اللي عاملوه لنا ب 190 وتعالوا اسالوا واتفرجوا. يجي يقولوا عايزين عرض مكه. كل ده النهارده ب 190 جنيه. 190 جنيه. حلو قوي قوي. تسلم ايدك على 190. بالله عليك خد سكرين عشان كل مدلف منه قطعه واثنين. تمام. الحاجات دي مشكله على 190. 190 جنيه. تمام عشان كده عملها لكم عرض بس في كميه. كل ده ب 190. اه تمام. بص يا باشا لان من الفيديو اللي فات بنحرق في الكميه دي ولسه موجود تاني. كل ده على 190 جنيه. 190 جنيه. تسلم ايدك. تمام على 190. ركزوا كل ده ب 190 جنيه. الله الحته دي حلوه على 190. المستردة دي كل ده ب 190 جنيه. العروض دي عند السباعي يا جماعه على 190. رقم واحد مشغلوش ولا واحد. بصوا اللي جاي دي فخامه. دي حلوه قوي دي. استنى لي بس ارفعها لنا دي ياخدوا عليها سكرين. بصوا كده يا جماعه القطعه دي النهارده على 190 جنيه. الحته الصفراء دي قمر. كل ده ب 190 جنيه. ركزوا معانا. بصوا اللي جاي ابو 190 جنيه. اتكرر ابو 190 جنيه عندنا يا جماعه. كل ده حلو قوي على 190 جنيه. حته فخامه. تشكيل كتير قوي يا جماعه. الشغل ده بتاع كرداسه اصلا. الميزه هنا بتشحنه بالقطعه. بتتباع في كرداسه ب 280 وب 300 وكسور النهارده ب 290 ب 190 جنيه. كله على 190 لحد 4 اكس. ركزوا عندنا دور كامل لعبايات الاستقبال. الله حلوه الحته دي. استنى لي بس ده تحفه. دي النهارده ب 190 جنيه فخامه. وبصوا النبيتي دي برده على 190 جنيه.
شغل ابو بلاش زي ما بنقول. العرض النهارده هيكسر العرض ب 190 جنيه. بصوا على 190 جنيه. 190 جنيه. تسلم ايدك. تمام. بصوا اللي جايه دي برده. الالماظ عند بتوع الالماظ. احمد فندر وقش 190 جنيه. كلمه احمد يا جماعه. كل ده على 190 جنيه. النهارده من عند مكتب رامي السباعي ب 190. تشكيل حلو جدا. كل ده النهارده على 190. حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. تطريزات مختلفه واشكال كتير. اشكال كتير. بصوا الساعه اللي جايه برده. حلوه دي. دي برده ب 190 جنيه تطريز وش وظهر. ودي برضه على 190. اللي عايز غوامق موجود. اللي عايز البيجك اللي هو الشغل الجديد كله على 190 جنيه. حلو قوي الحته دي. كل ده ب 190 جنيه. 190 جنيه. تسلم ايديك. تمام على 190. يا بخت اللي متابعنا. بصوا كده يا بخت. لا وبصوا الازرق هنا الازرق شكلين وكل ده النهارده ب 190 جنيه. حلو قوي دي على 190. تشكيل. بصوا ده كذا موديل من اللون يعني. الشحن بالقطعه والارقام على الشاشه. كل ده ب 190. بص الحته دي برده ب 190. حلو قوي تحفه 190. لو بتتابعوني بقى ريل تيك توك او فيسبوك الفيديو بتلاقوه بينزل لكم كامل على قناه شاوميات مكه على اليوتيوب بكل العروض. 190 جنيه اي حاجه هنا. بص برده الحاجات ترتر العرايس 190. مقاساتنا لحد 4 اكس يا جماعه على 190. كلها مراسي زي ما انتم شايفين. كل ده على 190 جنيه. حلو قوي دي ب 190 برده. 190 جنيه. بصوا انت عملت تجيب لنا اشكال اول مره اشوفها. 190. بنصور من اول الموسم وفي حاجات بتطلع لنا جديده. كل ده على 190. الحته البرتقاني دي ايه؟ وريها لي اللي جنب ايدك تحت دي. بصوا قول لي ب 190 برضه. بصوا كده الجمال ده على 190. بصوا الحته الاورنج اللي جايه دي. طب والله حلو قوي. دي برضه ب 190. كل ده معانا النهارده عرض ال 190 عند ابراهيم السباعي يا جماعه. والزيتي دي حكايه. بصوا ب 190 جنيه. بسم الله ما شاء الله. تشكيل حلو قوي على 190. العرض كبير ما شاء الله. كل ده برده ده مقاس كبير على 190 نبيتي. 190 جنيه. حلو قوي. والحته المستورده دي نختم بيها عرض ال 190. بصوا كل ده ب 190 جنيه. زي ما انتم شايفين التشكيل كبير جدا. العنوان بينزل لكم الصور في نهايه الفيديو. كملوا الفيديو ولايك وشير بالله عليكم. هنبدا مع بعض بقى الشغل الجديد. ايه الحلويات دي؟ بص يا باشا. ايه الجمال ده؟ بص يا باشا كده. بصوا كده معانا. حاجة بسم الله ما شاء الله. ده ب 250 جنيه. فخامة يا جماعة على 250 جنيه. وش وظهر تلبس بيك سايز على 250 جنيه. ركزوا معانا ده سي واي. ها؟ سي واي وفسكوز. ها؟ اه سي واي وفسكوز. ودي اللي هي ام كاب. كل ده بكام؟ دي ام كاب. ده كام برضه؟ ده عاملة 360. 360 ام كاب. طب واللي معاه التانية؟ 250 جنيه. تمام على 250. حلوة أوي الحتت الفسكوز ام كوم واسع دي شكلها قمر. كام برضه دي؟ ترند. ارفع لنا طيب 250 برضو جنيه. كل ده على 250 جنيه. تمام سعرها نزل على المكانه لسه جايه. اه بصوا دي برضو على 250 جنيه. تلبس الكم ما شاء الله عليه. في لسه مراسي ب 210 داخله في عرض ال 190 ب 210 هنا. 210 اهو. وعندنا عرض ب 190 اللي انتم شفتوه ده برضو ب 210. حلوه الحته دي. 210. كل ده على 210. ركزوا معانا في العروض والاسعار. بصوا اللي جايه برضه 235. اللي هي الساعه دي على 235. لا دي النهارده ب 210 برضه. ب 210 الاسعار كلها. تمام على 210. والقطان برضه ب 210 القطان. اللي عايز شغل فيه تطريز شغل فيه قطان كل حاجه موجوده هنا. بص يا باشا. بص دي برضه تطريز وش وظهر على 210. 210. تسلم ايدك. تمام دي برضه معانا ب 210 شكلها حلو قوي على 210. عند مكتب ابراهيم السباعي. عند ابراهيم السباعي يا جماعه كل الشغل ده على 210. هنكمل مع بعض بقيه العروض. بص كده تعالى لنا انت كده بقى عشان تبقى جنبه. بص كده. بص دي برضه كام النهارده؟ كل ده ب 210. تشكيل حلو قوي على 210 والزهر النصين دي فخامه. دي شغل سي واي ولا ايه؟ ده سي واي. ده سي واي. دي سي واي ب 200 جنيه. دي ب 200 جنيه. هتاخدوا عبايه سي واي ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. واللي معاك دي كام؟ 220. دي ب 220 جنيه سي واي يا جماعه على 220. يلا خد سكرين وتعالى. خد سكرينات. الشحن بالقطعه كل المحافظات بنفس السعر. دي ب 210. بيك سايز اهي ب 210. 210. 210 اهو. دي برده قصر كده ورا وقدام على 210. جديده دي. بصوا كده برده. بسم الله ما شاء الله اهي. كام؟ ب 210 برضه. تسلم ايدك. تمام على 210. حاجه زي كده ب 250 جنيه. دي النهارده ب 250. 250 جنيه. تمام. 210 اهو. دي برضه ب 210. تمام. تسلم ايدك. الفيديو حلو قوي النهارده يا جماعه. ولو بتتابعوني زي ما قلت لكم تيك توك او فيسبوك الفيديو ينزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب كامل. في بيجامات وكاشات وشغل فسكوس حاجات كتير قوي. كل ده النهارده معانا كام؟ 210. التشكيل حلو قوي على 210. ركزوا معانا في العروض اللي عاملها لكم ابراهيم السباعي.
ورام السماعه اعمل له بعرضه الارقام على الشاشه والشحن من اول قطعه كل ده ب 210 حلوه الحته دي على 210 ولونها تحفه ودي برده ب 210 تسلم ايدك كل ده بالوانه باشكاله على 210 كمل معانا افرد لنا دي كام برده دي برده على 210 تسلم ايدك تمام عايزه اقول لكم خلصت جوله النهارده من عند مكتب ابراهيم السباعي اللي عنوانها هينزل لكم متصور في نهايه الفيديو هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه بالله عليكم لايك وشير واشوفكم على خير هنيجي بقى العنوان احنا واقفين دلوقتي قدام مكتب ابراهيم السباعي يا جماعه في شارع الجيش في العتبه في القاهره اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو العتبه اللي جاي من اتجاه محطه مترو العتبه هيكون جاي من الاتجاه اللي انتوا شايفينه ده هتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على شارع الجيش اللي على اول كوبري الازهر اللي عملت لكم عليه الزوم ده هتفضلوا ماشيين في الشارع ده مش كتير يا جماعه هتمشوا لحد قبل كشري وحلواني الامل هتفضلوا ماشيين لحد ما يقابلكوا جمبري العتبه بعد جمبري العتبه على طول مكتب ابراهيم السباعي اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي ده لو جايين من اتجاه محطة مترو العتبة لو جايين من اتجاه بقى محطة مترو باب الشعرية هتيجوا من الاتجاه التاني ده محطة مترو باب الشعرية موجودة في اخر الشارع مكان ما زومت لكم كده السور بتاعها اللي باين الابيض في الاخر ده سور محطة مترو باب الشعرية هتفضلوا ماشيين ومكملين لبعد ضرب البرابرة لحد ما توصلوا عند كشري وحلواني الامل بعده على طول هيكون مكتب ابراهيم السباعي يعني المكتب موجود بين كشري وحلواني الامل وبين جمبري العتبة هندخل مع بعض كده المكتب ما شاء الله اللهم بارك دورين مليانين وملغمين يا جماعة وخاصة شغل الاستقبال هنا كل شغل الترنجات الخروج وحاجات الترندات كلها المكان التاني ده خاص بالداخلي وفي دور فوق برضو تاني يا جماعة خاص بكل العبايات الاستقبال بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.